السلام عليكم. شو بير دي زيت كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا بداخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي يعطونا الآراء تاعهم، الناس اللي راهم يدخلوا معنا، لي زابوني جدد، نقول لكم مرحبا بكم في قناة تاعكم تاع حقيقة، قناة اللي تقول الحق، قناة اللي نحوسوا باش نجيبوا الحقيقة، نجيبوا لكم الحقيقة ونكشفوا هاد المفسدين. الناس هادو مفسدين اللي جاو يتكلموا، بغاو يكذبوا علينا، بغاو يكذبوا علينا، يديروا لنا تاريخ تاعهم جديد، بغاو يقلعوا مبولح، يقلعوا يقلع 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 فيغولي، ويقول لك لا انا اللي رحت زيارتهم ماشي فيغولي، بغاونا كيما نقولوا له. الناس اللي يكذبوا منهم هذا شعيب ماتم بالشيخ ماجر بيروكي تاعهم تاع ابو حنيكه، الصحافه كاع، كل الصحافه، كي نقول كاع الصحافه كاع تكلموا كلمه واحده، وكاع المحللين تكلموا كلمه واحده. بالشيخ قال ماندي ماهوش لعب، كاع ولاو يقولوا ماندي ماهوش لعب. ايش لنا حنا صايفي خلى مقابله تاعه وراح بي اس بور، قال لهم صايفي ما قال لهم ماندي ماهوش لعب، جا لهنا هو كأونترينر ويعرف البطولة الجزائرية ويعرف شباب الوزداد، خطاته بزوج، دارت له زوج وطلقاته، خاطش عليه راح بي اس بور مسكين، بغى الدولار، بغى يخلصون دولار. ما تم الكلمة اللي قلتها غادي على بالك الناس ما تفوتها لكش، على بالك ما تفوتش مرور الكرام تاع الكونغرين، على مزال تشيك على الكونغرين. انت بالنسبه لينا انت اللي جيت مي جيت تضرب تضرب جيت غير تحوس كيما نقولوا حنا، تحوس على الشتاء برك، وتجي تحوس على الشتاء تكلم منا تقولنا باللي مرض قلع، مرض قلع منا، خاطر قلت لك الساعه تاع قلع مرض وقلع. انتوما هما شوفوا هذو اللعابه كبار، شوفوهم كبار لعبوا مع انديه كبيره ويلعبوا كونت لي زيكيب كبار، دروك تقولوا انتوما مرضى في عينيكم، في النظرة تاعكم وفي العقول، ومرضى فيكم مرض الحسد، وفيكم مرض جني الأموال بطريقة غير شرعية. حتى انت نعرفو انت تتكلم انت اللعبة غايضاتك ليكيب ناسيونال، غايضاتك انت ديجا متهرب من ضرائب، انت متهرب من ضرائب، تتكلم بالوطنية وتخون في البلاد وتقول بلي انايا انا نبغي الجزائر ويغايضتني ليكيب ناسيونال. انت ماشي غايضتك ليكيب ناسيونال، انت غايضك زاتشي اللي تخدم معاه، انت غايضك ماجر، خاطش علاه ماجر قال لك كيما جابك مي كنت تلعب في ستيف، ماجر مي قالوا له ما تام كيف يلعب ناسيونال دو جبته، قال لهم باباه نعرف باباه، ماشي ماجر من بكري ما يعرفش زعما كي يقول لك جبت لعاب، عجبتني طريقة اللعب تاعه، يساعدني في الخطة، زعما الخطة تاع ماجر هو اللي كان يلعب غارديا ويلعب بثمانية في لا ديفونس وواحد القدام. شلنا حنا كي خسرنا كونت المالي، مي كان معنا هو، شلنا كي خسرنا حنا كونت المالي، يلعب بالغارديا ثمانية في لا ديفونس، يعني الله ثمانية يردوا واحد في لاطاك، قاعد داير باراسول كرسي وقاعد مقيل. هي يقول لك انا كنت اونترينير، انتوما مرضى، انتوما فيكم مرض الحسد، وانت راك تضرب على زتشي وتضرب على ماتر، علاش؟ انا نقولها لك، ماتر اش قال لك؟ كيما انت جابك كلاعب بغى بالوقت يديرك في الاتحاديه الجزائريه، بغى بالوقت يديرك في الاتحاديه الجزائريه، وانا على بالي انت هذي راك حاضرها في بلاطو في الشروق، وما هدرتهاش علنيا، هدرتها مع زين عامر وكان معكم صحافي، وصحافي خرج الهضره والهضره وصلت، هضره توصل، كونكم هانيين. حنا نتكلموا على واحد اللي نتوما كنتو تشوفوا فيه ماشي لعاب، حنا دروك غادي نجوكم نتكلموا لكم على لعاب انتم كنتوا تشوفوا فيه شي لعاب، هو ماندي نقولوا ماندي، قالت عليه كاع الصحافه وكاع المحللين كاع وليتوا تقولوا ماندي ماهوش لعاب،
بليتو تقولوا ماندي ماهوش لاعب، ماندي كيفاش كابيتان دي كيب، ماندي انا نشنا ماندي في ليكيب تاعو كيلعب كابيتان دي كيب، كانت عنده 20 عام. وهذه الخطه اللي دارها زاتشي بابعاد محرز، هذه خطه تاع ماجر يحوس على محرز يدقدق في ليكيب تاعه، خاطش محرز ماجر كي يشوف صار له كيما فرعون، فرعون نعله الله، قالوا له بلي غادي يجوا ذراري غادي يولوا غادي يجوا غادي يجي طفل يحكم في بلاصتك ولا يقتل في ذراري. علاه يقول العز هذا؟ ربي ربي اعطانا الامثله. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على الامثله اللي كانوا تاع وقته تاع الوقت تاع يوم القيامه اللي جايه، تكلم على قال امثله، هذو الامثله كاينين. بعد كيقول لك يقول لك ابا جهل، لا ابا جهل لا، كاين كاين ابا جهل، كاين ضروه كاين ابا جهل، تسيب ابا جهل تسيبه، تسيب مسلم الكذاب، تسيب ذاك اليهودي تاع اللي قال العبله الاسلام، كان واحد الكلمه الاعتناق والنفاق، قالت له لقد اعتنقت الاسلام الدين الجديد، قال لها نعم يا عبله الاعتناق والنفاق. تسيب هاد الناس، تسيب هو يعنق فيك وفرحان بيك، هو كيسيب مكاش كاع، كيسيبك كاع مكاش فوق الارض. نتكلموا على ماجر، ماجر عقليه عنده تاع فرعون، علاه تاع فرعون؟ ماشي فرعون زعما عنده شخصيه قويه، ماشي فرعون زعما فرعون فرعون كان يحكم في مصر كامله، كان داز بنص تاع نص قاره كان يحكم فيها. ماجر ما عندوش ما عنده تا يحزر كلبه باش يجيب له الماكله، كون ما يجيبش الكلب وماكله ذاك الكلب يدور ياكله. ماجر عنده عقليه تاع فرعون تستاهله، يخاف على العرش تاعه. ماجر فانك يخاف على الطالون تاعو، يخاف على الكوب دارب، الكوب دوروب اللي داها كعربي وحده برك، يقول لك انا وحدي العرب، انا وحدي في العرب. مكاش مكاش كويسيب كاع مكاش، تتفنى الدنيا، خاطش هو هذا الكوب دا كوب دوروب حاسبها غادي يدخله الجنة، حاسب هذه كوب دوروب هي اللي غادي يدخلها الجنة، خاطش خايف كاش واحد يديها، صار له كيما فرعون، خايف كاش الطفل ياك خاطش الكهنة وكلش هذوك قالوا له جاي الطفل غادي يدي لك العرش تاعك، كما سيقتل في الدراري. ماجر كويسيب بالشيخ مك، كويسيب محرز مكاش، في غولي كويسيب هاد الناس كاع مكاش. على هذيك رانا جايين نتكلموا، انتوما قلتوا ماندي تشوف كنتو ماندي قاعد تشوفوه ضعيف، ولو تشوفوا هذا ماندي ضعيف وتشوفوا في اللعابه تاع الفريق الوطني الجزائري ماهوش لعابين، قلتوا بلي خاطش قلتوا بلي هادو راهم يردوا كرعينهم، صاحبي كي يربط كراهو، انا باقي حاير لعاب كي يجي يربط كراهو، قالوا الشيطان سوك اونترينير ما عنده لا خطه، اونترينير ماشي هو اللي داير ليكيب، واش راكم تكشفوا في بعضكم بعضا؟ هذه هدرناها لكم، الحمد لله يا ربي، حاجه اللي راني زعما الحمد لله يا ربي، الناس اللي كانوا ضد بالك كانوا ضدنا، ضربك الحمد لله يا ربي، راهم يشوفوا باللي صح مد ماجر وزاتي هما اللي كانوا يديروا يديروا الكوب الكوب يديروا القائمه تاع الفريق، خاطش علاه؟ الكراس ما على بالوش، الكراس محطوط يدي 68000 ماشي 60000، ما تكذبوش على الشعب، راه يدي 68000، راه يدي 68000، ما تجوش تكذبوا علينا، خاطش علاه؟ كي رانا نشوفوا في كيسموه في الصحافه كيفاش يطاكي في بعضهم بعض، راهم ياكلوا في بعضهم بعض، حنا دوك رانا في موقع نتفرجوا عليهم، رانا ضرب قاضبين موقع نتفرجوا عليهم، وندوا منهم شاهدوا ماشي شاهدوا، نعطوهم كي نعطوكم انتوما الصحافه الحمد لله يا ربي، راني نعطيكم شتهضروا، رانا نعطوكم شتهضروا، خاطش علاه؟ انتوما ما فيكمش الامان، انتوما الصحافه ما فيكمش الامان، لي دار راه مع الحاج ما فيكش الامان، خاطش كنت ضده
كنت معاه ومن بعد وليتو ضده، روحتو بغيتو تخدمو كاع زاتشي، ضرب زاتشي راكم تشوفوا فيه راه يذوب كاع بيطيحوا الكونتر عليه، باش يخليهم شويه راه داير باش يخدعوا. انا قلت لكم قال لها الاعتناق والنفاق راه معنقه وراه متنفق معاه، غدوه ان شاء الله يسيبه زاتشي ما كاش يدور. يقول ما انا والله اللي هدرت الشهر اللي فات هدرت بلي زاتشي راه كيوالو فاهمين، وشوف هو معنقو من ويتنفق منا، غدوه ان شاء الله يتلاقى بزاتشي يدلو كيما. بصح انا ما قلت كلمه برك انت شويه كبر، بصح الاخرين كاع قلت لهم بلي يروح عند هذوك يقول لهم اودي انا هدرت في زاتشي ما شتونيش. ناس كي راهم يمشوا، ناس هنا كي راهم يمشوا، قلت كاع كنتو تقولوا بلي هادو يردو كرعانهم ولو كان نعطوكم حاجه حنايا والله العظيم. وخليتو هذه ليكيب خليتوها مركزه في اللعب، قلت نتوما وليتو دايرين لهم القصف، وليتو تعايروا فيهم مشي وطنيين، يجوا من اجل المصلحه، يجوا من اجل الاموال. حصلتوا في الحاج محمد راه قلتوا له بلي راكم تعرف راك تعطيهم الدراهم بزاف صوالح.